سلام غزالة تاولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده وتكونوا بصحه جيده كلكم وانتم وليداتكم ان شاء الله. اليوم غادي نقد معكم واحد العشيوه ساهله مهله. غادي نقد معكم هاد الشكيل هذا ديال لي بات، شكيله الفيس الا ما كانش يبان لكم. هنايا درتو يتسلق مع شويه الملحه، شويه البزار، وشويه الزيت، وواحد الورقه ديال سيدنا موسى. غادي نقدم معكم بلاصوص طوماط بشويه ديال الكروفيت او القمرون. المهم انا غادي نوريكم الطريقه ديالي، الصراحه كتجي لذيذه وغزاله ما نعاودش لكم. هنايا ما قلتش لكم المكونات من الاول، اللي بغى المكونات غادي يلقاهم في لاباغ دانفو، غادي نكتبهم لكم. المهم هنايا كي تتشوفوا غادي نحتاجوا واحد جوج دريسات ديال الثومه، ممكن ديروا حتى ثلاثة، هي كتبنن صراحة، كتجي لذيذة في هاد لاصوص. هنايا كي تتشوفوا راه حكيتها، المهم درتها في هاد اللعيبة، ممكن تحكوها نتوما فاش ما بغيتو. صافي هنايا غادي نزيد عليها واحد شوية ديال زيت العود باش نشحرها مزيان مزيان وطلق ليا مذاق الثومة في هذيك الزويته ديالي. صافي من بعد غادي نوريكم الخطوة الأخرى. تشوفوا غزالاتي زدت مطيشه اللي محكوكه ومصفيه مزرعه مزيان مزيان. انا هنايا في الصراحه كانت عندي في المجمد، كنطيب مطيشه وكنطحنها وكنحيد منها ديك الزريعه ودوك القشور وداك الشيء اللي بقى. صافي وكنخلي غير داك لاصوص. هنايا كي تشوفوا زدت شويه البزار، شويه ديال البصله مجففه. هنايا غادي نزيد شويه ديال الزعتر، وغادي نديرو شويه ديال الملحه. بالنسبه للملحه كتبقى على حسب الذوق، كل واحد ويدير القياس ديالو، غير ما نكتروش بزاف باش ما يجيناش لاصوص مالحه. صافي هنايا غادي نخلي هاد لاصوص ديالي تعقد ليا شويه. بالنسبه هنايا غادي نزيد واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى او ورق الغار، وواحد معلقه صغيره او معلقه كبيره ديال عصير الحامض. حين فاش هنايا غادي ندير القمرون او الكروفيت. نتوما الا كنتو بغيتو ديرو غير الكفته ولا الدجاج ولا شي حاجه، ما ديروش الحامض باش ما تجيش محمضه، اما مع الحوت كتجي هذيك النكهه ديال الحامض زوينه. وهنايا غزالاتي كي تشوفوا من بعد ما بدات لاصوص ديالي كتعقد شويه، غادي نزيد هذاك الكروفيت اللي بغيت ندير. وممكن كي قلت لكم ديروا بلاصتو الكفته او الدجاج، المهم اللي متوفر عندكم ماشي مشكل. صافي هنايا تتبقى حتى الكميه ديال الكروفيت اختياريه، ممكن ديروا غير شويه باش تبننوا، او هاد الكروفيت الا كان هكا كبير تقطعوه مرصويات صغار باش يجي كتير. المهم انا خليته كما هو. صافي غادي نخلي هاد لاصوص ديالي، غادي نغطي عليها وغادي نخليها طيب حتى يطيب ليا هذاك الكروفيت. صافي وديك الساعه غادي تكون وجدات عندنا، غير من ما نخليوهاش بزاف بزاف، الكروفيت ما تيبيش يطيب بزاف. صافي وديك الساعه رجع معكم. صافي كي تشوفوا غزالاتي من بعد ما طاب ليا الكروفيت ديالي، ما نخليوش بزاف غير يشد فراسو. صافي غادي نزيد دابا لي بات ديالي،
صافي ونطفي عليه البوطه. هنايا لي بات راه من بعد ما طابوا ليا دوزت عليهم شويه ديال الماء بارد باش ما يتعجنوش. كانوا هادو هما لي بات ديالنا غزالاتي، الصراحه كيجيو لذادين وغزالين. هنايا زدت عليهم واحد شويه ديال الفرماج محكوك وشويه ديال القزبر معدنوس باش زوقتهم، الصراحه كيعجبوا الكبار والصغار، وكنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وما تنساوش لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. سلامه غزالاتي.